دكتور أيمن عش، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. احنا النهاردة جينا في فريق برنامج الثمرة عشان نسمع منك موضوع شتلات القصب بالسكر. ده اهتمام من الدولة خاص. أولا شرفتونا ونورتونا في برنامج الثمرة في معهد المحاصيل السكرية. هو طبعا موضوع الشتل زي حضرتك عارف الموضوع دلوقتي بقى موضوع قومي وتكليفات رئاسية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا هو بيشغله موضوع التطور الزراعي في مصر اللي هو أساس الغذاء في مصر والتأمين والأمن الغذائي في مصر. طبعا احنا كنا في قصب السكر بنستخدم الطرق التقليدية في الزراعة اللي هي الزراعة بالعود أو بالعقلة والري اللي هو بالغمر. طبعا عندنا مشكلة المية طبعا لا تخفى عن أحد دلوقتي، يعني وإن احنا لازم نرشد من استهلاك المياه ونستخدمها أحسن استخدام، وزائد الإنتاجية الرأسية بتاعت الفدان. احنا عايزين نوصل للمعظمة الإنتاجية الرأسية لوحدة المساحة، فوحدة المساحة أنا عايز أخد منها أقصى طاقة ممكنة علشان ديت هتخلي تكاليف الإنتاج بتاعتي متناسبة مع الإنتاج، ما تبقاش تديني ربحية أكتر يعني واكتفاء ذاتي أكتر. من هنا كان الفكر بتاع فخامة الرئيس في إطلاق هذا المشروع لتطوير الزراعة. طبعا التطوير دوت حاصل في أكبر دول العالم لزراعة قصب السكر وهي البرازيل اللي ابتدت تتجه لهذا الموضوع برضو، ودوت بسبب كذا حاجة. الحاجة الأولانية إن الطرق التقليدية كان فيها مشكلتين. المشكلة الأولى إن أنت ما بتقدرش تظبط عدد النباتات في الحقل في وحدة المساحة، يعني ما اقدرش اقول كام نباتات في الفدان. حتى لو انا وحضرتك عندنا فدان، كل واحد عنده فدان، وحطينا 6 طن، انت حطيت 6 طن تقاوي للفدان بتاعك وانا حطيت 6 طن تقاوي للفدان بتاعي، هنيجي في الاخر نلاقي عدد النباتات عندنا ما هوش متماثل، هنلاقي واحد اكتر من التاني. التطبيق الفعلي هيبدأ امتى عشان اسلم انا شكل للمزارع؟ ان شاء الله وبعون الله، يعني احنا المفروض ميعاد التسليم بتاع المحطة هيبقى في شهر ديسمبر. من شهر ديسمبر لحد شهر فبراير ديت مرحلة التركيب بتاعت المعدات والتشغيل التجريبي. من أول أبريل هيبتدي الإنتاج الفعلي اللي هو خروج شتلات فعلا يعني جاهزة للمزارعين. تمام. قبل اللقاء احنا كنا بنتكلم عن التكلفة، تكلفة بزراعة القصب العادي العقلة وتكلفة زراعة الشتلات. هو طبعا التكلفة حاجة مهمة في الإنتاج، ولكن هناك دايما تناسب بين التكلفة والعائد. إذن فهناك تكلفة صغيرة وعائد صغير، وهناك تكلفة كبيرة وعائد كبير. إذن فلو كان العائد كبير يغطي التكلفة يبقى اقتصاديا الموضوع ده ناجح. فأنا فعلا الشتلات عندي، إحنا المزارع متعود إن هو بيزرع الفدان أو وحدة المساحة الفدان يعني في حدود من 6 ل 8 طن، في ناس بتوصل للمراحل دي. 6 ل 8 طن دول الطن ب 720 جنيه وحط عليه مصاريف الكسر والنقل والتنظيف والكلام ده كله، فبيوصل تقريبا ل 900 وشويه او 1000 جنيه، فيبقى معنى ذلك ان احنا بنتكلم من 6 ل 8000 جنيه التكلفه. انا عندي بالشتلات، انا عندي الشتلات الفدان هيتكلف او هياخد او الكباستي بتاعته حوالي 7000 شتله. ال 7000 شتله بيتراوح ثمن الشتله، يعني ديت طبعا على لسه تحت القياس، يعني هيتراوح ثمن الشتله من 160 الى 180 قرش. فيبقى هنلاقي كده ان كميه التقاوي بتاعت الفدان هتتكلف معايا تقريبا 12000 جنيه. ف 12000 جنيه مقارنه بال 8 يبقى معنى كده ان انا في عندي 4000 جنيه زياده. بس انا هروح اي حاجه تانية، ان انا الطريقه اللي انت بتزرع بيها التقليديه بتطلع لك سي 30 طن للفدان، انما لو انت زرعت بالشتل هتطلع 50 55 60 طن للفدان. اذا ففي انا عندي 10 طن وزياده انت ضفتها للانتاج من نفس وحده المساحه ونفس مدخلات الانتاج، احنا ما غيرناش فيها حاجه، لا الميه اتغيرت ولا السماد اتغير ولا اي حاجه، بل بالعكس هيتخفض كمان. فيبقى بالتالي العائد بتاعي لما ادفع ال 12000 جنيه دول على زياده 10 طن في اقل تقدير في السنة، لما تضرب في ال5 سنين اللي هم عمر القصب في الأرض، يبقى أنا معنى كده إن أنا طلعت 50 طن زيادة في الفدان. لما أقسم ال50 أضرب ال50 طن دول في ثمن التوريد ب720 جنيه هيطلع لي حاجة و30000. الحاجة و30000 دول لما أشيل منهم ال12 يبقى معنى ذلك إن أنا كسبت في يعني بحدود ال20000 جنيه زيادة، وده معناه إن أنا دخل عندي عائد
زيادة. لو هنقول هنعمم التجربة مثلا يا دكتور على مثلا جميع المحافظات اللي بتزرع وخاصة الصعيد، هو ده المطلوب فعلا. ده هيكون في كام سنة مثلا؟ احنا كنا حاطين خطة زمان على 10 سنين، وبعدين فخامة الرئيس يعني اللي عرفته ان هو طلب التخفيض بتاع الفترة ديت، بس طبعا التخفيض لازم ضخ اموال اكتر يعني. واحنا دلوقتي عدنا سيناريوهات معالي الوزير على الاكتمال النشر بتاع الموضوع ده، سيناريو بيتم على 5 سنين وسيناريو بيتم على 3 سنين. طب يا دكتور، زراعة القصب بشتلات في الأراضي الجديدة بيختلف عن أراضي الوادي والدلتا؟ كان زمان بتختلف الأراضي القديمة أنك بتروي غمر، وفي الأراضي الجديدة أنت بتروي تنقيط، ولو أنه برضو في الأراضي الجديدة في ناس جدا كتيرة جدا بتروي بالغمر. إنما دلوقتي إحنا عندنا مشروع رئاسي تاني فخم وجميل جدا ونقلة حضارية كبيرة جدا، اللي هي مشروع تطوير الري على مستوى جمهورية مصر العربية. المشروع ده أصبح الموضوع ما هوش خيار، ده أصبح أمر واقع. في أصناف جديدة للقصب السكر حاليا بتطرح، احنا عايزين نغير ثقافة المزارع بالنسبة، لا مفيش سين تسعة، لا خد مثلا الأصناف الجديدة. كلمنا على الأصناف وكلمنا ازاي نغير النهاردة ثقافة مزارع قصب السكر من الأصناف القديمة للصنف الجديد. احنا عندنا الزبون بتاعنا دماغه يعني ايه ناشفه شويه، وليه متطلبات مش موجوده عند العالم كله يعني. فتلاقي العالم كله لما بيزرع في البرازيل ولا كذا، لما بيقولوا صنف جديد، كل اللي بيهم المزارع فيه الانتاجيه بيدي كام طن، واخد بحضرتك؟ وبعد كده الكلام ده بيتكسر وبيروح للمصنع. عندي هنا في مصر لا، انا عندي المزارع عنده مواصفات اخرى غير الانتاج، واخد بحضرتك؟ المواصفات الاخرى دي عباره عن ايه؟ مواصفات النبات نفسه. يعني مثلا المزارع في مصر عشان العماله كانت يدويه وبنستخدم ايدينا في الكسر وفي الخدمة وفي كذا، فكانت الاصناف اللي بيبقى فيها اشواك شوية في الورقة، دايما تلاقي ورقة القصب او الساق بتاعه المنطقة العليا فيه بيبقى فيها اشواك شوية، حتى لو كان انتاجيته زايدة تبص تلاقي المزارع بيعزف عنه. ليه؟ يقولك بيتعبنا في الشغل وورقته مش ناعمة وورقته ناشفة، زائد ان هو كمان بيستخدم الالوح اللي هو اللي احنا بنسميه الزعزوعة، واخد بحضرتك؟ بتاعة القصب ده كمان بيستخدمها لإطعام الحيوانات عنده، لأن ده يعتبر هو مصدر علف من المصادر الكتيرة اللي موجودة في الصعيد، أو المصادر المحدودة اللي موجودة في الصعيد لمحاصيل الأعلاف يعني. فبيستخدمها في ده، فبالتالي بيحب الأصناف الأكثر إيه؟ أكثر طراوة. ومن المفارقات، إحنا قبل ما يجي سين تسعة على فكرة في أوائل الثمانينات كان في صنف اسمه 310. ال310 ده كان هو اللي المزارع ماسك فيه بايديه وسنانه، ونحاول نقنعه بسين تسعة وهو مش مقتنع تماما لسنين طويلة، لحد ما جت مشكلة مرض التفحم في ال310، كانت على مستوى العالم، لان 310 ده كان بيتزرع في اكثر من دولة في العالم. جت مشكلة التفحم لما بص انها بتضيله على المشروع، والدولة قامت في وزارة الزراعة طبعا انها تعمل احلال للصنف 310 ده بالسين تسعة، فتقبل السين تسعة بعد طول رفض. يعني تقبلوا ايه؟ لسبب الظروف القهرية اللي احنا تعرضنا لها بسبب الايه؟ الوباء اللي هو بتاع مرض التفحم ده في الاصل. اخيرا يا دكتور، رسالة توجهها لمين؟ والله انا بوجه الرسالة لكل مزارعي قصب السكر في مصر، ان احنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض ونساعد على التطوير، لان التطوير دوت هيلمسنا لحد جوه بيتنا، وان اي زيادة في الانتاج هتنعكس علينا اجتماعيا وتنعكس علينا اقتصاديا.